أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج احترافية وبسيطة بنفس الوقت، وأيضا طبعا بإمكانكم تحملون جميع الصور والمرفقات المستخدمة في هذه الشهادة مجانا. خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد. طبعا في البداية راح ننسق الحجم والاتجاه من خلال نذهب إلى قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، نتأكد من الحجم A4 ونتأكد من الاتجاه هو أفقي. راح نصغر الحجم شوية طبعا من خلال أنه نضغط على هذه علامة الناقص في هذه المنطقة. الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالشهادة من خلال قائمة إدراج صورة من هذا الجهاز. طبعا هذه هي الخلفية، وننوه أنه كل هذه الصور بإمكانكم تحملوها مجانا. الآن نضغط كليك أيمن على الصورة والتفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة بحيث تملأ كل الورقة بهذه الطريقة. جيد. الآن من قائمة إدراج صورة هذا الجهاز راح نضيف مخطوطة الشهادة. أيضا كليك أيمن على المخطوطة التفاف النص وراح يكون أمام النص. راح نخليها بهذه المنطقة، وعلى اليمين راح نضيف صورة الختم. طبعا نضغط كليك أيمن التفاف النص أمام النص وراح نكبر الصورة بهذا الشكل وبهذا الحجم، أعتقد مناسب، ممكن ترتفع إلى الأعلى. من قائمة إدراج صورة هذا الجهاز راح نضيف اللوجو الخاص بالمؤسسة. طبعا نضغط كليك أيمن على الشعار التفاف النص أمام النص. راح نصغر الشعار ونخليه على اليسار. الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نضيف الكليشة الخاصة بالشهادة. طبعا ننسق النص من خلال أنه نغير نوع الخط ونختار حجم وليكن 24. طبعا راح يكون توسيط بهذا الشكل، وراح نتخلص من المخطط التفصيلي. طبعا نذهب إلى قائمة تنسيق، تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، الإطار راح يكون بدون إطار. طبعا ممكن هنا عندنا محمد فاضل يعني اسم المتدرب، ممكن يكون باللون الأحمر أو مثلا اللون البنفسجي، أعتقد الأحمر مناسب. نكبر حجم خط بهذا الشكل، 36 أعتقد مناسب. الآن راح نضيف الشعار مرة أخرى، ممكن طبعا الحجم يكون 26، ممكن طبعا الشهادة تنزل تكبر شوية بهذه المنطقة. الآن طبعا ممكن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، نكتب مثلا محمد علي يوسف مدرب الدورة بهذا الشكل. طبعا اختار مثلا فونت معين وليكن هذا الفونت، ونختار مثلا حجم وليكن 16. وطبعا من تنسيق الشكل، تعبئة الشكل بلا تعبئة، الإطار راح يكون بدون إطار. وطبعا نختار توسيط بهذا الشكل. ممكن ناخذ نسخ كنترول سي كنترول في، وبالأعلى نضيف تاريخ من إدراج، تاريخ والوقت مثلا هذا التاريخ، وبالأسفل نكتب مثلا ممكن سيريال نمبر، نكتب اس ان نقطتين مثلا 058 سيريال نمبر الخاص بالشهادة. طبعا ممكن نمطي بولد هذا السيريال نمبر، لا بأس. ممكن طبعا نضيف اسم المركز، او نكتب طبعا نغير اللون الى الابيض ونكتب الشهادة موثقة. طبعا لا بأس انه يكون كل كلمة بمربع نص بهذا الشكل. طبعا ناخذ نسخ ونكتب موثقة. طبعا ننزل الى الاسفل
والشهادة تصعد إلى الأعلى، أو حتى ممكن يعني طبعا نصغر الحجم بهذا الشكل. أيضا ممكن نغير اللون، مثلا ممكن نختار هذا اللون، وهنا أنا طبعا ممكن نختار هذا اللون، أو يكون النصين بنفس اللون هم لا بأس. طبعا مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة تخرج احترافية وبسيطة بنفس الوقت.